يسعدني ان يكون معايا قمر ليبيا، نجمه ليبيا الاولى خدوجه صبري. بقول لك منوره الدنيا كلها، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب، ومصر دائما بخير ودائما في هاللمات الجميله يا رب. 2019 لو قسمناها ابيض واسود، نقول الابيض بالنسبه لك على المستوى الشخصي كان كام في الميه، والاسود كان كام في الميه؟ لا الحمد لله، يعني كان يعني لا نقول 70% كان أبيض، لأن من خلاله حققت العديد من الأعمال هذا السنة تحديدا. بس نقول أيضا في ألم لأن وطني ما زال جريح، فطبعا هذه الأسود اللي فيها. بس على صعيد العمل والإنساني الحمد لله سنة سعيدة. يعني كده دايما كل سنينك سعيدة. شكرا لك يا محمد، وكل سنة وانتم طيبين. المشهد اللي ما تنسوهوش أبدا على المستوى الشخصي، لو تسترجعي كده مع السادة المشاهدين على مستوى الشخصي 2019 حصل نجاحي في مسلسل برونويا للكاتب سراج هويدي وللمخرج محمد التركي. هذا تحديدا عودة بعد فترة غياب عن الساحة الليبية، ورجعت بمسلسل قوي، وإن شاء الله قريبا إن شاء الله في احتفال كبير هيكون بالقاهرة إن شاء الله، هنعمله زي الجو الحلو هذا، هناخذ عليه أحسن ممثلة إن شاء الله بإذن الله. طب لو قلت لك الشخص اللي كسبتيه في 2019 وتتمني يكمل معاك في 2020؟ يعني أنا كسبته ممكن من قبل 19، جمال عبد الناصر، المخرج جمال عبد الناصر، لأن في تعاون جديد، فحنكمل إن شاء الله حكايتنا الليبية والعربية يعني، فإن شاء الله في عمل جديد، ولهذا أنا متفائلة بالسنة الجديدة. الشخص اللي مش عايزة تشوفيه في 2020؟ الدمار والحرب. رب كل أيامك سعادة وسلام وحب، وكل سنة وانت طيب. وانت طيب، شكرا ليك سيد محمد، وشكرا لكل الناس الحلوة اللي تشابهن. ديما خليكم عشكون مع محمد سعد في أحلى هوليود. شكرا، نوري، كل سنة وانت طيب.